أهلا وسهلا بكم من جديد. تسلم عدة مناصب حكومية في مجلس الشورى وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأيضا جمعية الاقتصاد رئيسا لها وكاتبا لمقالات نقدية أدت إلى وضعه أو تحت بند أحيانا المتطاولين يصفهم بعض الحكوميين وأحيانا يصفهم المواطنين بأنهم أنصار المسحوقين. بعد مهاجمته الوضع الاقتصادي والحقوقي في السعودية، الدكتور محمد القنيبط كان آخر عمل له أستاذ في قسم الاقتصاد الزراعي واللي هو حاليا، لكن في مناصب كثيرة لم تعد موجودة عندما انتقد الوضع الاقتصادي في أكثر من لقاء، ولكن كان هناك مقال وكان في لقاء أيضا مع الحرة في حديث الخليج. قبل النقاش خلونا نشوف هذا التقرير. تتباين الآراء حوله كما هو حال غيره، فمنهم من يراه الصوت الوطني الشعبي والمطعم بالأرقام والحقائق، ومنهم من يراه ناقدا لأجل النقد فقط، يصنف نفسه بين البياض والسواد، فليس له في طوابير المادحين مكان ولا في ركب الهاجين موقف. إنه الدكتور محمد القنيبط، أكاديمي زراعي اقتصادي حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1400 للهجرة من جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ثم الدكتوراه عام 1404 في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أورغن في الولايات المتحدة. وما ينفك اسمه ملازما لكلمة سابق، فهو عضو مجلس الشورى الأسبق بين عامي 1418 و 1430 للهجرة في ثلاث دورات، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقا، وعضو أسبق في مجلس هيئة حقوق الإنسان. وقبل كل ذلك هو كاتب بدأ مشواره قبل 20 عاما في مجلة اليمامة من خلال زاوية أكاديميات، والتي حاول أن يشرعن من خلالها للأكاديمي الملامس لقضايا المجتمع والمتفاعل معها، ويعد من قلائل الكتاب الذين لا تخلو مقالاتهم من الأرقام والإحصائيات الاقتصادية الدقيقة، ورغم ذلك كانت له جماهيرية كبيرة بين القراء. أطروحاته الاقتصادية في تلك الزاوية لم تكن محط جدل في الأوساط الصحفية فقط، بل دفعت مقالاته وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى الرد بخطاب مكتوب نشره في الصحافة عام 1423 للهجرة، وذلك بعد انتقاد القنيبط لأداء الوزارة في سلسلة من المقالات، كما طال في نقده تصنيف الجامعات السعودية ومنجزات بعضها والتي يرى فيها هدرا للأموال دون نتيجة تذكر، كما طالب في أكثر من مرة الوزراء غير القادرين على القيام بمسؤولياتهم بالاستقالة. ورغم اعتزاله الكتابة قبل 6 سنوات احتجاجا منه على منع لقاء تلفزيوني له على التلفزيون السعودي على خلفية سقوط سوق الأسهم، والذي اعتبره استفزازيا، لكنه عاد بعدها للكتابة مجددا، كما أن نشاطه لم يتوقف، فما زال يدلي بدلوه في العديد من القضايا ولا سيما الاقتصادية منها، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يتابعه قرابة 70,000 متابع. ويرى البعض ابتعاده عن الصحافة قليلا، إلا أنه انبرى للعمل الأكاديمي، وذلك كأستاذ في قسم الاقتصاد الزراعي في كلية التغذية والزراعة في جامعة الملك سعود. دكتور محمد القنيبط على طاولة الثلاثاء مع العلياني. شكرا للزملاء دكتور محمد، أهلا وسهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. احنا بيننا وبينك في أهلا في ستايل البرنامج يعني علاقة يعرفها المواطن، وهي دائما محاكاة قضايا بشكل شفاف وجريء. نشكرك دائما على حسك الوطني. اليوم سنسأل أسئلة الناس اللي تعجبك واللي ما تعجبك، وهذا أيضا ما يتناقض مع تفكيرك. أهلا وسهلا بك. شكرا أستاذ علي، ممنون للدعوة الكريمة، إن شاء الله نكون عن حسن الظن. نعم، في أكثر من لقاء، وفي لقاء مع زميلي أستاذ عبد الله المديفر في لقاء الجمعة، أخفيت يعني حقيقة إقالتك من جميع المناصب، وتحدثت عن أنه أنت يعني شيء يشبه الملل،
أو شيء أنه سنوات طويلة لابد أن أذهب، مع أنه كل هذه الابتعاد المناصب جاء في وقت واحد أو متقارب، جاء بعد حديث تلفزيوني يعني ناري، آراء معروف يعني واضحة. من الذي جردك من هذه النص؟ هل هي فعلا إقالة؟ لا ما هي إقالة، الشورى أخذت الحد الأقصى 3 دورات 12 سنة. أي هذا موضوع مختلف. هيئة حقوق الإنسان أخذ دورة واحدة 4 سنوات. واللي يتعينوا معك موجودين بعضهم؟ طبعا هذا موضوع ثاني، يعني نفس الشورى يعني زملاء خرجوا أنا موجود كنت، فلا لا لم يحدث إقالة مطلقا من أي، حتى الكتابة كانت خلينا نقول جزئية، منع جزئي، ورجعت أكتب بصفة خلينا نقول غير منتظمة، إنما إقالة لم يحدث مطلقا. جمعية الاقتصاد؟ لا يعني استقلت، يعني وجدت أنه في مرحلة أني قدمت اللي عندي الحقيقة، فيعني كان أفضل واحد أنه يترك. لا بس دكتور محمد أنت شفاف، يعني خلنا نقول شيء اليوم حقيقي. لا تفضل. طيب لا يعني اليوم معقول كلها أشياء منك شخصية؟ يعني دائما يعني اسمك لم يعد مثلا مطروح كالسابق في محاولة أنه يعني إخفاء أو الابتعاد أو حتى إعلاميا أنه لا يتواجد محمد القنيبط. ما هو من طرفي، التلفزيون السعودي قد يكون فيه يبدو لي نوع من ال، ما أقول مانع، يعني سجلت حلقة قبل سنتين مع الدكتور عزيز دارستاني منعت من البث، كان طبعا يمكن سبب توقف عن كتابة يبدو لي، مو يبدو لي أكيد أنه منعي من أو إلغاء حلقة كانت ستجرى، والله نسيت، مع أحد المذيعين الشباب زيكم، عن يبدو لي عن سوق الأسهم، هي اللي بعده كتبت مقال فتحرجت مجلة الإمام من النشر، فتوقفت وكتبت المقال اللي عنوانه قنيبط يتوقف عن كتابة. فباختصار شديد ودي أسكر هالملف هذا، لم أفصل من أي وظيفة حكومية، لا الشورى ولا حقوق الإنسان، يعني أنهيت دورة يعني كاملة وانتهيت، الشورى أخذت الحد الأقصى. نعم. فيما يتعلق بسوق الأسهم وهذا اللقاء اللي ما بث واللي أغضب كثير، ما الذي كنت تريد أن تقوله في هذا اللقاء؟ والله أصبح تاريخ أستاذ علي، أصبح تاريخ صعب، الكلام ده 2006. نعم. فيعني كان كثير يعني زملاء قالوا هذا الكلام، كنا ندعو إلى توسيع قاعدة السوق اللي هي طرح شركات جديدة، بيع الدولة لجزء كبير من نصيبه. طبعا تم هذا، لكن بعد ما المثل الشهير وقع الفاس بالرأس، لكن ما يعني حقيقة أتفهم المنع، لأن الوقت الأزمة كانت أزمة قاتلة وطاحنة، فالمسؤول البيروقراطي خايف أنه خلنا نقول شخص. هو أسألك عن السوق، هو صحيح أنه شيء من الماضي، ولكن للتاريخ ما الذي أغضب منعك، خصوصا وأن في مؤشرات بأن مقبلين أيضا على طفرة جديدة في سوق الأسهم، ربما لا تكون نفس الشيء ولكن طفرة مهمة؟ يعني صعب مقارنة أستاذ علي 2006 باليوم. أنا أتفهم كثيرا، يمكن لو أنا كنت بيروقراطي وعرف واحد دي القنيبط يعني خلينا نقول حاد في نقده والسوق قاعد ينزل، ممكن في الفترة تلك عندما كان الإعلام ما هو بالانفتاح لليوم، ممكن أقول معليش عذرونا أو نطلب العذر من الدكتور قنيبط أنه ما يطلع. فالفترة حرجة، الدولة يبدو لي تلخصت أوراقها، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، مؤسسة النقد، البنوك، كلهم شاركوا في المأساة اللي حدثت، يعني خلونا نقول بطريق مباشر وغير مباشر. نعم. فأنا من الجيل القديم، جيل خلونا نقول اللي عايش البيروقراطية خلونا نقول الهامش الحرية بسيط جدا، أتفهم الوضع، لكن لا أتفهم الأخطاء اللي وقعت فيها الأجهزة الحكومية من المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، لكن تاريخ يعني طوينا الصفحة هذه. نعم. بس لك إيش رأيك في مجلس الشورى عندما كنت فيه والآن في أداء؟ ما تغير شيء. أنا أكتب في تويتر وقلت يمكن آخر يوم الشورى وأني كتبته، مشكلة الشورى نظامه ضعيف جدا، لا يعطي أي يعني باختصار بالعامية مجلس الشورى بدون أسنان. نعم. بس دكتور أنت دائما تطالب من لا يستطيع أن يعمل أو لا يوجد له مناخ فليذهب،
أنت جلست في الثلاث الدورات، يعني لماذا لم تترك، يعني تعلن غضبك باستقالة مثلا؟ ما أتوقع والله الاستقالة بتسوي شيء. هذه واحدة. الناحية الثانية، المجلس الشورى في الدورة الثانية والثالثة كان من 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 أفضل أداء مجلس الشورى. كان الملك عبد الله يحفظ الله جدا متحمس للشورى، وقلت أنا مع الأستاذ عبد الله مديفر مجلس الشورى خذل الملك عبد الله، وأكررها 100 مرة، مجلس الشورى رئاسته لم تتواصل مع الملك عبد الله وتركت الخطابات الرايحة والجاية. ف يستحق أو يستحق إدارة مجلس الشورى أو مجلس الشورى التهميش اللي جاء من قبل الوزراء، لأنهم لم يتواصلوا مع صاحب القرار الملك عبد الله يحفظ الله. تحدثت أنه في تآمر من بعض الوزراء على المجلس؟ بصفة عامة جميع الدول، عندك الجهة التشريعية والجهة التنفيذية، يعني البرلمان والحكومة دائما بينهم عداوة. مجلس الشورى هو شيء يشبه البرلمان. نعم إيه. بس هو ليس لا، فدائما البرلمان ضد، أو على الأقل بينهم تنافر بين الاثنين. فطبيعي أنه الجهة التنفيذية مجلس الوزراء أنه يحاول ينفذ قراراته دون الرجوع للشورى، أو يعتقد، وهذه شفناها بالشورى، تعتقد الأجهزة الحكومية اللي تجي أنهم يفهمون كل شيء وأن الشورى لا يفهمون شيء. خلينا نقول يتمسكون بآرائهم. فعندما سنحت الفرصة للوزراء بتهميش الشورى عملوها. أنا لو وزير وعندي صلاحية أني والله أتجاوز الشورى، ليش لا؟ لكن وهذا الخطأ اللي وقعت فيه، خلينا نقول ضعف نظام مجلس الشورى، ترك الوزراء، يعني بعض الوزراء التنفيذية، أنه في الأداء هذا، أو على الأقل سلمت من الرقابة. ودائما البرلمان زي ما قلت هو اللي يراقب الجهة أو الجهاز التنفيذي اللي هي مجلس الوزراء. عندما لا يوجد رقابة انتهى الوضع. نعم. راح نروح على ملف الوزراء و يعني أراءك فيهم، وراح نسرد بعض المقاطع لكل واحد. لكن قبل ذلك، أنت تحدثت أن غالبية الوزراء يعني سيئين أو غير عمليين، أو مو بسيئين، يعني ليسوا ناجحين، يعني وطلبتهم أنهم يغادرون إذا لم يستطيعون. لا، خليني أسأل السؤال بطريقة ثانية، يعني بتجاوب على هذا وعلق عليه، لكن أيضا أسأل، من الوزير اللي تشوفه يعمل بشكل مميز خصوصا في القطاعات الخدمية؟ كلامك عن كتابات توقفت من 6 سنين، فأنا الفترة الماضية لم أقل كل الوزراء، أنا كنت أنتقد حالات بعينها. نعم. شايف؟ النقطة اللي أحب أكد عليها وقلتها مع سيد عبد الله مضيف العام الماضي، المشكلة اللي تعاني من الحكومة والمشكلة اللي يواجهها الملك عبد الله حفظه الله، عدم عمل الوزراء مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، اليوم وزير الزراعة في مجلس الشورى سؤال عن موضوع مدى تعاون وزارة الزراعة مع وزارة المياه، اعترف قال هناك مشاكل بين الوزارتين. فالعتب على الملك عبد الله يصير ما يعني في غير مكانه إذا ما وصلته الرسالة أو الموضوع أنه والله هناك خلاف بين الوزارتين، بحيث الملك يتخذ إجراء، إما يجمع الوزيرين أو يعطيهم خروج نهائي. إنما مواطنينهم، يعني تقصدك يقيلهم. نعم، يقيلهم. يعني الإشكالية اليوم أنه كلا الوزارتين لم تنتج الاستراتيجية المتعلقة بالاستراتيجية الزراعية واستراتيجية المياه، واللي كانوا يسمونها بخطة التنمية السابقة خطة وطنية المياه، إلى اليوم لم تصدر. وزارة المياه لها اليوم تقريبا 10 سنوات. هل هذه يا دكتور مشكلة وزيرين، أداء وزيرين، أم مشكلة في النظام، في نظام الوزارات نفسه؟ لأنه مثلا في وزارات نراها تتعاون مع بعض، في وزارات ما من تجربتنا بالشورى التعاون ضعيف جدا. كل وزارة تعتقد أنها دولة مستقلة ذات سياسة، والوزير هو الرئيس أو الملك. وجهنا بالشورى وشفناها نقد من الجهات البعض. الآن يعني اليوم في مجلس الشورى وزير الزراعة يتذمر المياه، والمياه تذمر. يعني تخيل عندنا استراتيجية زراعية، لا يمكن إصدار استراتيجية زراعية بدون وجود استراتيجية للمياه. طيب ليش من قبل 6 سنين 7 سنين الوزارتين شكلوا فريق مشترك مع بعض وأخرجوا لنا استراتيجية قبل 6 سنوات؟ لماذا ترفع وزارة الزراعة استراتيجية زراعية سوتها كلية الزراعة عندنا معهد الملك عبد الله، رفعت المجلس الاقتصادي الأعلى، أسقطها وزير المياه، ويبدو يفتخر بإسقاطه لها.
وزارة الزراعة أوكلت الفاو، منظمة الفاو، لإعادة الدراسة هذه الاستراتيجية وتقديمها، قدمتها قبل سنة من اليوم وسنة ونص، وحيلت مجلس المشرف الصالح على أحالها رجعها إلى وزارة الزراعة للتنسيق مع وزارة المياه عند صدور استراتيجية المياه. ليش مجلس الوزراء ما شكل فريق مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة المياه لإصدار استراتيجية؟ فقاعدين يعني كل وزير يعني كان فريقين ضد بعض وليس فريق واحد. طيب. هي إشكالية في أداء الوزارات وشفناها في وزارات كثيرة. نعم، بس يا دكتور محمد، كل وزير عندما يسأل هذا السؤال في مجالس خاصة وأحيانا يعني بعض اللقاءات النادرة لهم، يتحدثون أنه عن صلاحيات، عن أنه هذا السيستم هو يتحرك فيه أنظمة. هل هذا دقيق أم أنه كلام يعني غير صحيح؟ الوزير الذي يريد أن يعمل يستطيع أن يعمل. الدكتور توفيق الربيعة عمل أشياء كنا نكتب عنها قبل 20 سنة، عملها في أيام. فالوزير الذي يريد أن يعمل يستطيع أن يعمل. طيب، مدام أنت جيت على الوزراء، نقدر نقول على الجرح، تفضل، جرح الوطن أو الوزراء إذا جاز التعبير. خلونا نأخذ المقاطع لبعض اللقاءات مع بعض الوزراء أو الوزارات الحقيقة اللي هي على تماس مع المواطن. نأخذ، وليت حتى لو نبدأ بالدكتور فهد أبو الغنيم وزير الزراعة طالما أنه بدأنا الحديث عنه، نأخذ، تفضل. الرئيس في نجران. وين فيها؟ اللي في مركز البستنة. لعدم التزام البستنة بوضع آلية للحد من هدر المياه واستخدام شهاريج الماء الشرب لسقي المزارع أو الأشجار داخل البستنة. فماذا عملتوا من حلول حيال هذه الشكوى؟ أنا أتذكر أن في زميل عمل في الوزارة قدم شكوى ورفع لي أنا شكوى، وحنا نأخذ إجراءات وأرسلها الظاهر مثل ما ذكرت إلى مدى حقوق الإنسان، هي مكافحة الفساد. أخذت إجراءها خلاص، إذا ما في داعي. كان ردكم أن نجران يقع في نطاق الدرع العرب معروفة، بينما ما وضعتوا حلول. الحلول ما هي في نظرك؟ والله احنا ما نستغني عن الفكر اللي عندك، اقترح علينا حلول. هو قدم فكر واقتراح هو حسن. طبعا في مقاطع الوزراء كثير، تبغى تعلق لي على المقطع على اداء وزاره الزراعه؟ والله يا اخي الدكتور فهد فيه من الحماقه شيء الكثير. ما تشوفها قاسيه هذه كلها؟ لا ما هي قاسيه، يعني قبل 3 سنوات مجلس الشورى سالوا الاستاذ سعود الشمري عن تقلبات اسعار القمح ولماذا الوزاره لم تتنبأ بها في ظل وجود وكاله وزاره للشؤون الاقتصاديه والابحاث. فكان رده زي ما قال هنا، قال إذا عرفناك علمناك. اليوم سأله زميل سؤال يبدو لتحسس من الوزير، قال لن أجيب على سؤالك. يعني الكبير هو اللي يكون صدره واسع. الدكتور فهد الله يهديه يعني صدره يضيق بالنقد. نعم. ف يعني صار في عمل بينكم؟ لا. يعني كنا في لجنة واحدة سنتين، لكن ما صار عمل منذ أن صار وزير، ما صار عمل بين. طيب، احنا بس عشان ايضا نؤسس للحوار، نقول للدكتور فهد الغنيم، فهد بالغنيم وزير الزراعة له حق الرد في وقت شان بغى اليوم او في اي حلقة اخرى. تسمحنا في فاصل والمشاهدين، ثم ايضا نستكمل باقي المشاهد، مشاهد الوزراء او بعض لقاءاتهم. فاصل ونعود. اهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نحاول نواصل هذا الحوار الجريء والساخن ومع ضيفنا الدكتور محمد القنيبط، نتحدث الحقيقه كلنا بشفافيه من اجل هذا الوطن. اهلا وسهلا بك دكتور. اخذنا المقطع قبل قليل اللي هو وزير الزراعه، وتحدثت عن رايك في الوزاره وفي الوزير. نتابع الان وزاره العمل وايضا لقاء مع المهندس عادل فقيه وزير العمل، نتحدث بعد ذلك عن رايك، تعليقك على ما يقول على الوزارة والوزير. كان هناك نقص كبير في الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية
بالمقارنة مع حجم النمو الاقتصادي وحجم الفرص الاقتصادية الموجودة ورغبة الدولة في أن تتنامى مشاريع التنمية فيها. هذا الأمر كان تأثيره أننا قمنا باستخدام ملايين الأعمال الوافدة لمساعدة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشاريع، وتعودنا في هذه الفترة على أن نقوم بهذا الاستخدام، ونتج عن ذلك في السنوات الأخيرة عدم قدرة لأبنائنا وبناتنا على منافسة هذه الأعمال الوافدة، لأن هذه الأعمال الوافدة تأتي من أسواق في الحقيقة تكلفة المعيشة فيها أقل كثيرا، وبالتالي يعني الرواتب التي يتم دفعها لهذه العمالة، الأجور التي يتم دفعها منخفضة كثيرا لأنها تتناسب مع أوضاعهم في بلادهم أكثر مما تناسب مع أوضاع المعيشة في بلادنا. تعليق، بعدين أنت بتكلم على الوزارة في الهنود الحمر وفي أشياء كثيرة قلتها على نظام. الكلام اللي قاله معالي الوزير صحيح، السعودي لا يستطيع منافسة العامل الوافد من دول متوسط دخل فرد فيها 2000 دولار أو ما إلى ذلك. لكن بالنسبة للهنود الحمر كان تعليق على موضوع حافز أنه يعطي 2000 ريال وأنه يساعد، وجهة نظر اللي قلتها أنه والله يجعل الشاب السعودي غير حريص للعمل، لأنه لو لقى عمل بألف وخمسة 2000 ريال قال أنا نايم 24 ساعة بألفين ريال تخلص السنة هذه وبعدين أدور لي على عمل. لكن أنا شخصيا وجهة نظري بالعمل لا زالت يعني من 20 سنة أنه ما لم تركز الدولة على قطاع وكت عليه، وأنا فخور جدا أنه بالشورى تبنيت الموضوع اللي هو التركيز على قطاع المحلات التجارية البيع بالجملة والتجزئة وسعودتها. القرار طلع عام 1423 هجري بسعودة المحلات التجارية خلال 5 سنوات لم يتم شيء فيها مطلقا. هل القطاع هذا قطاع المحلات البيع بالجملة والتجزئة الدكاكين بجميع أنواعها هي المكان الحقيقي للسعودة، هي المكان لعمل تجار؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول 19 الرزق في التجارة. وزارة العمل اليوم وعلى أيام غازي رحمة الله عليه مركزين على السعودة الأفقية بالنسبة المئوية. لا يمكن، أنا ما عندي سباك سعودي ولا نجار ولا بنا، وهذه راح ترفع التكاليف الأخرى. لكن عندما تسعود المحلات التجارية والبدائل الكثيرة مثلا بالقطاع الغذائي السوبر ماركت الكبير والهايبر ماركت، فأنت بالفعل تفتح ملكية للسعودي بالمحلات هذه. بس هذه برضه يبغى لها تعاون أكثر من وزارة، تعرف لا هي نرجع إلى نقطتنا قبل قليل، تعاون الجهات المختلفة. أنا أقول في لوبي أو مجموع لوبيات ضد سعودة قطاع البيع بالتجزئة والجملة. أول لوبي العقاري لا يريد السعودة لأنه يعني بحد أدنى نصف المحلات ستغلق. نعم. عندك لوبي التجار اللي يجيبون السلع بالجملة أيضا فيقل البيع مؤقتا، أيضا ضد الموضوع. تجار التأشيرات ضد الموضوع. فكثير من قوى الضغط ضد الجزئية هذه، وهذا الجزء أو هذا القطاع البيع بالتجزئة والجملة هو القطاع الأكثر استيعابا للسعوديين، يعني فيه له مليون ونصف وظيفة باعتراف وزارة العمل، فيه 1,600,000 يعني وظيفة. تشوف أداء وزارة العمل، يعني أنت مدحت الدكتور توفيق الربيع لم تمدح مهندس عادل الفقيه، هناك من يرى أن تجربته يعني تجربة مهمة في لا جميل لا أنا لم يعني تختلف مع اختلاف كلي ولا في بعض النقاط؟ لا أنا أختلف مع المهندس عادل ومعالي سر عادل في موضوع التركيز الأفقي. أنا أقول له يجب التركيز على قطاع التجزئة والجملة، وأنسى مرحلياً 3-4 سنوات القطاعات اللي قاعد أركز عليها اليوم. فالسعودية يعني بالعامية بعيد الشر، يعني لو صار زلزال من كثرة المحلات تيلي توقف محلات لا تخطر على بال كثرة عددها، لا يوجد في أي دولة خليجية شيء هذا ولا دولة يعني أوروبية. فعدد المحلات كبير جداً، سببها العمالة الوافدة. هذه المحلات هذه كلها يعني يقول تستر، هي ملكية. طيب نروح نشوف وزارة الإسكان، نتابع الوزير. في النظام الوطني الإسكاني اللي هم ممكن ما اطلعت أنت عليه قد نتكلم عنها، أنه في أراضي مساحات شاسعة أصلاً ما خططت، فإذا لدينا تحفيز وشدة على صاحبها في موضوع إعادة التفكير في اشتراطات التخطيط.
النسبة التي تحصل عليها الدولة أو للخدمات العامة بدل ما تكون 30%، أنا أعطيك فسحة من الزمن 4 سنين 5 سنين تخططها، بعد كذا سيتغير النظام بالنسبة لك، ستكون الخدمات مثل 60% للمنفعة العامة. أنت جعلتنا نستهلك، جعلتنا نتكلف في الدولة ونخرج خارج النطاق العمراني، ندفع أموال على هذه الخدمات لكي نخرج خارج النطاق العمراني. وزارة الإسكان في الاستراتيجية وفي اللي ذكرته أنت قبل قليل سيكون بإذن الله من التشريعات أن هذه الأراضي تدخل إلى سوق الإسكان سريعا، ويكون هناك من الجزاءات عند تأخرها بالرسوم، بإعادات التخطيط والاشتراك، بنزع الملكية. تعليق بالله. طبعا احنا نجيب المقطع ممكن نعلق عليه، بس ممكن نعلق على أداء الوزارة والوزير. أداء الوزير صعب أنك تطلب من جهة حكومية جديدة حديثا أن تنشئ لك 500,000 وحدة سكنية خلال 4-5 سنوات. يعني إذا كان إسكان الحرس الوطني 4500 وحدة سكنية قاعدة يبنون ضمن 4-5 سنوات، فأنت تتكلم عن 500,000. فالموضوع استحالة. وأفضل قرار عمل مجلس الوزراء أنه أناط الشيء هذا بالمواطن اللي يعني أرضه قرض. المشكلة في الأراضي تزامنت مع موضوع العمالة والإنشاءات. فالإشكالية الرئيسية اللي ختم فيها مع الوزير قبل شوي موضوع الأراضي البيضاء اللي بالبلد، يعني الرياض جدا المدن الكبيرة فيها 40-50-60% أراضي بيضاء. مجلس الشورى في الدورة الثانية يعني عام 1420 تتكلم عن مفهوم الشبوك الآن أو أراضي بيضاء؟ لا اللي بسط البلد، اللي بسط النطاق العمراني. الشبوك هذه بعيدة. ما في شبوك وسط البلد؟ لا بيضة لا، إذا تكلفوا عشان يشبكها. فالإشكالية هالأراضي هذه مجلس الشورى طلب أو بالحال رفع مقترح الملك عام 1420 أو 19 بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء. طبعا لم يعد الطلب طرحت، يقال يعني ظن قبل فترة ومجلس الشورى قال لا، يعني ما أدري الموضوع، لكنه طالما الدولة لم تفرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء هذه المشكلة. يعني الشياب اللي من سننا يقول لك العقار ولد صالح يموت ولا يمرض، ما عنده أي بالعالم الثاني الغربي اللي دائما نقارن فيه ما يمكن تجد أراضي بيضاء في حي سكني، لأن ضريبة الأرض البيضاء أعلى من ضريبة البيت المبني. فالجزئية هذه علاجها موضوع مشكلة وزارة الإسكان كانت بالأراضي. الآن زي ما قال الوزير أنه ما عطوهم برا النطاق العمراني، الرياض مثلا عطوها في مطار الملك خالد، لكن تظل مشكلة وزارة الإسكان الأراضي وصور الأراضي المتوفرة. في حين البلد يعني زي الرياض زي ما يعني يقال 50-60% من الرياض أرض بيضاء. أي حق تبقى هنا السؤال. نعم. تتوقع أنه الوزارة تحقق إرادة الملك عبد الله في حل مشكلة الإسكان في السعودية؟ ممكن، بس مو 4-5 سنوات. يعني قلنا 4500 وحدة سكنية بالحرس أخذت 5 سنين، نتكلم عن 500,000. بس مثال الحرس يا دكتور يعني ممكن يكون قصور فيهم. لا مالك، لو إذا أذنت لي الفرق أنه ذيك الطفرة الأولى كانوا الكوريين بالمملكة عشرات الشركات الكورية، اليوم كوريا من الدول المتقدمة. إشكاليتنا اليوم في الشركات الإنشائية أو الإنشاء، ففي مشكلة عندك في الإنشاء. أنا وأكبر خطأ أن الدولة تدخل، أنا شخصيا أكبر خطأ تدخل الدولة بالبناء، أعط أرض وقرض وريح بالك يعني بالعامية. لأنه كثير من المشاريع الإسكانية بنيت نهايتها ما كانت جيدة، يعني غير رغبة. فخل المواطن يبني ما يريد، لكن عطوه الأرض وزي ما قال الوزير جهزه بالخدمات. نعم. وأنت يعني حتى يعني أقل حرجا للدولة إذا وفرت الأرض والقرض. طبعا نأتي موضوع، تجي موضوع السعه ووزارة العمل وضغط على سوق العمل والتأشيرات. هنا إشكالية، عندما ضغطت وزارة العمل لتصحيح السوق تأثر تكلفة الإنشاء، تضاعفت الأسعار أو على الأقل يعني زادت بزيادات كبيرة جدا. في حين كان من باب أولى وزارة العمل هالجزئية دي تهملها شوي وتركز لي على قطاع البيع الجملة والتجزئة اللي لن يؤثر على التضخم فيها. فإذا المشكلة الاهتمامات الوزارة، كل وزير يجيب اهتمام معين، يتغير وزير يجيب اهتمام ثاني. نعم. طيب نروح لأيضا المقطع اللي عندنا وزير التجارة. سرور كبير أن أقود سيارة كتب عليها صنع في المملكة العربية السعودية. هذا جزء من حلم نحلم به، أن تكون المملكة
دولة صناعية متقدمة، وهذه خطوة من الخطوات التي تقودنا إلى تحقيق هذا الحلم. بدعم خادم الحرمين الشريفين أمتعه الله بالصحة والعافية، أن مشيئة الله نحقق هذا الهدف، وسوف نعمل على تحقيق هذا الهدف. الصناعة الحمد لله حققت نجاحات خلال 15 الماضية، معدل النمو الصناعي كان ضعف معدل النمو الناتج القومي، وسوف نعمل على استمرارية هذا النمو. دوك تعلق على الوزير، هو الآن يعلق على يمكن غزال. لا يعلق على إيسوزو، المصنع اللي في الشرقية. أي مصنع في الشرقية. لا إحنا بس مرغازلك بغزال شوي. أي لا. بس جاي موضوع غزال. أنت طبعا مدحت الوزير الربيع. يستحق. في بداية الحلقة. يعني ما الذي عند الدكتور ربيع جعله في رضا يعني عام عن الأداء إلى حد الآن؟ هل هي مكنة إعلامية مثلا؟ هل هي فعلا قرارات سهلة بس كان في خوف من الوزراء اللي قبله أنه يحقنوا عملها؟ يعني كان سهل أنك تنجح في وزارة التجارة لأنه هناك كان في أمور معلقة سهلة مرتبطة مثل الشيكات مرتبطة، فشعر الناس بأنه هناك عمل. كلامك الأخير ما في شك في محله. بالعكس الدكتور توفيق أبعد الناس عن المكينة الإعلامية، غيره هو اللي أبدع فيها، هو بعيد عنها يبدو لي خجول كثيرين. ما في شك الدكتور توفيق جزاه الله خير يعني عمل أشياء اللي قلت عليها أنه الوزراء اللي قبله ما عملوها، كانت بسيطة يبدو لي، أكبر بين قوسين شعبية مستحقة وثناء للدكتور. موضوع ترجيع السلعة، أول كان البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذه فرضها جزاه الله خير، هذه تحسب الحقيقة. موضوع وكالات السيارات والاستدعاء فلو الحقيقة الشيكات يعني اللي بدون رصيد، الشيكات من قبل بعد، لكن ما في يعني شدة. طبعا يحسب لجزاه الله خير تصفية المساهمات المتعلقة من عشرات السنين، هذه برضو يعني عمل فيه عمل رائع جدا، ما في شك عنده دعم من. بس ما تشوف عنده أحيانا تسلط على مثلا بعض مجالس الغرف، يعني مثلا موضوع مكة، موضوع تبوك، موضوع في عدم شوية رضا يعني؟ والله ما تحضرني، لكن ما في الدكتور توفيق أقل الوزراء التجارة تسلطا، لو تأخذ اللي قبله أكثر تسلط منه. احتمال تكون مشاكل أنا ما تحضرني، قريت خفيف لكن طيب. لا أستطيع أن أفتي موضوع مكة وغيره. نأخذ مقطع صديقك اللدود إذا جاز التعبير الدكتور العساف وزير المالية، متابع. كم الفرق؟ كم الفرق فرق يعني هي في السنة اللي فاتت؟ طال عمرك الفائض بين الإيرادات والنفقات يقارب 384 مليار، وهذه إن شاء الله يعني جزء منها أنتم تخصصونها وخصصتوها للنقل العام داخل المدن، والبقية يروح الاحتياطي. طبعا هذا كان سؤال من الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لوزير المالية، كم الفائض وأين الفائض، وكانت هذه الإجابة. هذا يدخلنا إلى أول شيء، ما سبب يعني هذه المشكلة؟ الشيء الثاني أنا هني أي مشكلة مع الوزارة، يعني الردود مع وزارة المالية. اتهمك منذ وقت أنه في دوافع شخصية زمان، هل فعلا هي دوافع؟ بنفس الوقت ترى يعني أنا هنيك لأنه الوزير رد عليك، الوزير الصحافة السعودية يعني ما يرد عليه، وإحنا طالبنا مثلا في البرنامج كثير صحف ما يرد، يمكن لأنه مشغول، يمكن لا يرى بأننا مهنيين، يمكن صحافة أخرى أفضل منا، هذا شيء يخصه. لكن اليوم أبغى رأيك في أداء الوزارة، وهل المشكلة في الوزير أيضا ولا في السيستم، خصوصا في موضوع المالية؟ نتحدث عن نظام معمول فيه، يعني هو يتحدث بأنه لا بد أن يحمي أموال الشعب، هل فعلا حماها؟ هل هذه طريقة جيدة للحماية؟ هل المواطن السعودي يشعر بفائض الميزانية عندما يعني يتحدثون عنه؟ خلنا نأخذ واحدة واحدة، بس بالبداية ما تقول يعني عدوك وصديقك اخترب، يعني الرجل الدكتور إبراهيم كأنه كل احترام، ما بين اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. لم يرتح لمقالات كتبتها عن أداء المالية قبل يمكن 8-9 سنوات، ترد عليه ورديت عليه، فخلنا نقول صفحة وطوية. وزارة المالية أنا في وقت الطفرات وزارة المالية ما حد يشتكي منها، زي ما يقولون بها الجنوب رايتها بيضة، لأنه
أي مشاريع تطلبها أنت يا جهة حكومية يعطونك. متى يبدأ الغضب من وزارة المالية؟ يبدأ عندما يقل الدخل. واجهناها بالشورى في خطط التنمية. كان يجونا مثلا سير عمل خطط التنمية في بداياتنا في الشورى من عام 1418 إلى 22 على 26 البترول كان سعره قليل. تجي الخطة التنمية يقول والله الإنجاز قالوا 30-24%. ليش؟ يقولون أنه والله ما في تمويل. عندما تحسنت أسعار البترول تأتي نفس وزارة التخطيط، كيف الإنجاز بمنجزات خطة التنمية للسنة هذه؟ قالوا والله 20-30%. لماذا؟ ما في فلوس. لا في فلوس، مشكلة مقاولين. فوزارة المالية الحقيقة مع تحسن البترول رايتها بيضة، ما عندها إشكالية. موضوع حماية المال ما بالعكس، يعني أداء المالية موصل النقد السعودي عند اليوم حدود 600 مليار دولار في سندات أمريكية، يعني بالعكس عندنا فائض كبير جدا لخلنا نقول السنين العجاف لا قدر الله. بس اللي مضمونه في أمريكا، هل في شفافية في إعلان المكاسب؟ هل الشعب يعني مفروض، هل من حق الشعب أن يعرف؟ يعرف إيش؟ يعرف ماذا وين وين وين؟ معلن عنها، معلن عنها 600 مليار تزيد كل سنة زي ما قال مع الوزير في موضوع والله كم الفائض. السندات الأمريكية إذا الصيد ضامنة تريليون وشوي، يعني 1200 مليار دولار للصين سندات، إحنا 600، فما عندنا إشكالية. ما توقع تخوف ولا منها. بس يعني في الفترة الأخيرة مشكلة أمريكا وديونها وإلى آخره، هذه ما كان ممكن تأثر علينا؟ وهل فعلا فقط بس 600 يعني استثمارات السعودية خارجية؟ هذا المعلن الفائض المملكة حسب معلوماتي في سندات الحكومة، عفوا الخزينة الأمريكية اللي قريناها بالصحف مؤخرا، بحدود 600 مليار زايد وناقص شوي. زي ما قلت لك، إذا الصين عندها 1300 مليار مو 600، ضعفنا مرتين. اليابان أكثر منا، تايوان، فما في إشكالية. الموضوع هذا إذا الدول العظمى هذه داخلة بالموضوع في بالسندات، حنا بقول إنه يعني هم يخافون طبعا موضوع آخر، خايفين على يبدو لي إنه يحدث خلينا نقول كساد بأمريكا، صادرات الصين تتأثر لأمريكا، فلا يريدون، لأنه مصانع الصين شغالة جزء كبير لأمريكا. يعني إدارتهم للملف هذه شوفها جيدة في ظل السندات آمنة، يعني المقابل الثاني لو كانت في أسهم بعد الهزة اللي صارت، لكن على الأقل أنت عارف قيمة. أنا ما يجب التنويع، هذه حقيقة، لكن لا يجب خلنا نقول ترويع البلاد والعباد والله بسندات رايحين. زي ما قلت لك، إذا دولة عظمى زي الصين حاطة، واليابان دولة عظمى حاطة سندات حكومة الخزينة الأمريكية، أنا ما عندي إشكالية فيها. طيب، يعني شخصيا كاقتصادي ما تخوف منها. طيب، رأيك في أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزيرها أيضا بشكل سريع، لأن بنمر لأكثر عشان الوقت ما يدهن. وزارة التخطيط من تجربتنا بالشورى لا تقيم لها أي وزارة أي وزن. كل وزارة تعتقد أنها تدري باحتياجاتها أكثر منها. أنا أقول وزارة التخطيط قامت على أكتاف الخطة الأولى والطفرة الأولى، الجبيل وينبع الصناعية، كانت الهيئة المركزية للتخطيط. ودي والله أعرف من هو النابغة اللي طلعنا الجبيل وينبع الصناعية. والله يا أخي هذا يجب يعمل له تمثال، لأنه سبحان الله جانا عقم ما قدرنا نستنسخ الجزئية هذه. الجبيل وينبع مستشفى الملك فيصل تخصي رحمة الله عليه، ما قدرنا نستنسخها لا بالمدن الثانية. هذه يعني سميتها فلاشين من التنمية، ووقفنا. طلعت لنا المدن الورقية حقت مع الأستاذ عمرو الدباغ 8 سنين في هيئة الاستثمار، يوم صحينا بعد 8 سنين كلها مدن ورقية واستثمار أجنبي مقاول عظم وفول وطعمية، في حين تجي الطفرة الأولى شتان بين التعامل الأولى مع الثانية، قصدي استعداد الدولة، تخطيط الدولة للطفرة الأولى وتخطيط الطفرة الثانية. نعم، بعد الفاصل راح نتحدث عن وزارة التعليم العالي وعن جامعة الملك سعود، طبعا نتحدث عن أداء الوزارة والوزير، وأيضا سنتحدث عن وزارة التربية والتعليم أداء وزيرها ووزارته بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بكم. لازلنا نتابع حوارنا مع الدكتور محمد القنيبط. اهلا وسهلا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا. وزاره التعليم العالي ووزيرها الدكتور خالد العنقي، تعليق على ادائها، هل انت راضي خصوصا بعد مشاريع الابتعاث، يعني زياده عدد الجامعات؟ والله الوزارة لا، أداها جيد لا ما هو جيد، أداء الوزير جيد لا ما هو جيد. لماذا؟ الوزارة مترهلة، مسؤوليتها كبيرة جدا. الوزير من يبدو لي من 3-4 سنوات لا يحضر مجالس الجامعات، في حين نظام أنه هو رئيس المجلس أو طبعا يونيف مدير الجامعة، فإما يغير النظام ويصير رئيس المجلس مدير الجامعة أو أنه يكون رئيس مجلس. طبعا تغيبه بعمله هو اللي أدى إلى المشاكل والكذب اللي صار عندنا في جامعتنا والفرقعات الإعلامية والتسابق المحموم على التصنيفات. فالوزارة الآن العبء عليها ضخم جدا، ما أتوقع أنها قادرة على تكون فيها. الفكر اللي يدير الوزارة فكر قديم، الجامعات تشكو من التبعية، صار مدراء الجامعات يمارسون تهميش الأقسام الأكاديمية والكليات. فإشكالية، خلي أقول لك قصة صغيرة جدا. قبل عمر 30 سنة أو 28 سنة تقدم لقسم الاقتصاد الزراعي شخص معه ماجستير، طلب تعيين محاضر، رفض طلبه لجزئية قانونية أو نظامية بالأحرى. انتهى، اشتكى إلى الملك فهد الله يرحمه، أتى الخطاب الشكوى من الملك فهد إلى وزير التعليم العالي ومدير الجامعة إلى القسم الأكاديمي. القسم أصر على رأيه، فقرة نظامية، وراح ولم يعين الشخص. اليوم مدير الجامعة يعين معيدين دون الرجوع للقسم في جامعتنا وفي جامعات ثانية. فهمشت الأقسام الأكاديمية وهي الحقيقة الـ 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 القاعدة الأساسية للجامعات. رئيس القسم له يعني له خلينا نقول قدسية، عميد الكلية، مجلس الكلية. اليوم ما نراها الحقيقة، وهذه كلها تعود. واقع جامعاتنا ليس أفضل من السابق؟ كيف؟ وقع الجامعات الآن في السنتين الأخيرة ليس أفضل من السابق؟ إذا والله خرسانات نعم أفضل، إذا كان نتكلم عن فكرة أكاديمية، عن فضيحة مجلة ساينس اللي فضحتنا، هذه جامعة ملك سعود، ملك سعود، ملك عبد العزيز، كلها يعني يعني من غير المنطق، يعني شيء مقزز أنه دكتور بالجامعة يشتغل 48 بحث في سنة واحدة والجامعة ساكتة. بالعكس تكافئ على ذلك، هذا ما يحدث إلا بسبب خلينا نقول جنون الجامعة للفرقعات الإعلامية والنشر العلمي أو بحل مشترى عشان التصنيفات. فهي الإشكالية وقعت فيها جامعاتنا. المخرج اللي عندنا وما حكوميا ما في إلا جامعة الملك فهد البترول المعادن، والبقية بالعكس دخلت عين الجامعات الأهلية بمخرج أو طلب متخرجين سوق العمل يرغبهم أكثر من جامعاتنا. طبعا إذا استثنية طبعا كليات المهنية الطب بالجامعات الحكومية ما في شك مستواها جيد، خصوصا جامعات خلينا نقول الأساسية السبعة، إنما الجامعات المناطق الأطراف اللي يسموها عندها مأساة لا تخطر على بال في موضوع الطب. جامعة جازان يعني في الطب الآن مميزة وعندها شراكة. نعم جازان الآن قديمة، لكن في جامعات صغيرة، جامعة القصيم أيضا عندها، جامعة الخرج، جامعة حايل، في جامعات أخرى صحيح، بس في جامعات طيب باقي شيء تكمل عشان بنروح وزارة التربية والتعليم ووزيرها، تعليق على الأداء الوزير والوزارة. ما أستطيع أن أحكم، أنا طبعا أشوف الطلبة، مستوى الطلبة من يعني 30 سنة درس أنا، مستوى الطلبة قاعد ينزل. حكمي كلية الزراعة، كلية العلوم، حنا من أقل الكليات رغبة للطلبة، وبالتالي يجينا خلي نقول متميزين قد راحوا الكليات الحاسب، لكن نشوف حقيقة نزول رهيب. الفصل الماضي كان عندي طالبين، واحد منهم بالثانوي جايب 100% والثاني 98%، ما قدر يدخل لكلية الزراعة، يعني لم يفلحوا. أنا في قدرات يمكن لأنه اختبار، لا قدراته، دخلوا سنة تحضيرية ومع ذلك لم يستطيع دخول إلى كلية الزراعة. إذا في مشكلة بالتعليم العام. هل موضوع مشكلة في الوزارة ولا في الوزير؟ والله الوزارة يعني ما في شك مدرب الفريق إذا خسر الفريق هو المسؤول. الوزارة ضخمة جدا، القائمين عليها غير تربويين اليوم اللي من تحت الوزير، فعندنا إشكالية. الوزارة يبدو لي محطة تجارب،
الآن يبدو لي اليوم في مقال جميل للدكتور محمد الرشيد وزير السابق عن موضوع أنه يبدو لي يثني على توجه الوزارة إلى إعطاء نوع من الاستقلالية المدارس. ما أدري كيف يصير، لكن ما في شك إشكاليتنا بالتعليم. هذا كوريا عندما تقدمت كانت مركزة على شيء. أنا أتوقع مشكلتنا بالسعودية يجي المسؤول ما عنده هدف بيحققه، قد يكون عنده هدف إعلامي، هذا شيء آخر، لكنه هدف واضح مبني على دراسة أو أهم من ذلك التشاور مع الجهات الأخرى ما نجده. نجد زي ما قلت لك والله من الشورى نشوف والله عداوة مستفحلة بين الوزراء. طيب احنا الآن أيضا عندنا فقرة الرسائل الموجهة، سنعرض أكثر من شخصية، هذه رسائل سريعة. راح نبدأ بالأستاذ تركي أسديري. تركي أسديري ماذا تقول له؟ بشكل يعني مقتضب، وبعدين خصوصا وش يعني المشكلة صايرة بينكم بسبب يعني نقدك؟ ما عندي مشكلة معه، أنا أقرأ يعني أعرض مقالات الدكتور عفوا الأستاذ تركي بموقع على تويتر، طبعا مقالات هزيلة مفككة غير مترابطة لا تعكس أنه هذا اللي الشخص اللي سماه الملك عبد الله ملك الصحافة. تركي أسديري قال عنه الأستاذ جنان غاملي ماكينة فلوس لصحيفة الرياضة أو ماسة الإمامة، ممتاز خليه، لكن يا أستاذ تركي لا تكتب بس، أو على الأقل تستأجر لك واحد يكتب عنك. بس ما تشوف أن هذه قسوة؟ يعني خليك تقول كان يكتب رائع بس يعني في الفترة الأخيرة قل المستوى مثلا، أو لا أنت بالمطلق ترى أنه؟ والله أكون صادق، أنا ما تابعته إلا من سنة تقريبا. الأستاذ أحمد العرفش كتب مقال في عكاظ الإلكترونية وقال أنه رجع إلى مقالات قديمة روعة تركي أسديري. اليوم اللي قاعد أقرأه أنا وأعلق عليه يعني خلينا نقول ب غشمر على قول الكويتيين او فكاهه، يعني في كلمه بالانجليزي يعني كلمه ساخر بالعربي قاسي، بالانجليزي ساركاستك معناته هزلي، فعلق عليه يعني بهزل. مقالات ما تعكس هذا رئيس التحرير يا اخي، يجب ان لا يكتب رئيس التحرير. عندما تشوف الصحف العالميه نيويورك تايمز واشنطن بوست نادر ما يكتب رئيس التحرير، فلماذا تركي أسديري يغصب نفسه على كتابه مقالات عيب انها يضع اسمه تحتها؟ طيب عموما ايضا بنقول للاستاذ تركي وزي ما قلنا لكل الوزراء لكم حق الرد والرد وقت التشاؤم. ايضا الاستاذ خالد المالك، والله كل احترام يعني توجه له رساله اما مهنيه او شخصيه او شيء او تعليق. طيب إذا انا اعتبر الاستاذ خالد اندفاعه مع جامعه الملك سعود اثناء التصنيفات والمقالات اللي مجدته بعدين تبين خلاف ذلك. نعم. طيب الأستاذ أو الدكتور تركي الحمد، والله تركي زميل دراسة وبالتالي كل التقدير والاحترام معه. يوجه له رسالة بعد الخروج يعني الآن بعد تجربته في العرب اللندنية، شيء تبغى تقوله لتركي الحمد؟ والله أنا يعني استمتع بتحليلاته السياسية، يعني شهادتي بتركي مجروح لأن تزامننا احنا بالدراسة في أمريكا وبالتالي نقول عنه الله وهذا لك على قول الشباب. طيب الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود سابقا، والله يعني قدم اللي عليه وعانوا الله. عانوا الله على ماذا؟ على الأخطاء اللي سواها بالجامعة، على الكذب اللي كذب على الملك. كذب على الملك كيف؟ بالسيارة، كذب على ولي العهد بجائزة نوبل للمياه. المشكلة مو العثمان المذنب لحاله، يشترك معه وزير التعليم العالي مناصفة وأكثر شيء، وزير التعليم العالي مسؤول مسؤولية كاملة عن جريمة الكذب اللي حدثت على الملك، على جريمة الكذب اللي حدثت على ولي العهد. بس ليش سميها كذب؟ يمكن فعلا هم سووا سيارة. ما سووا سيارة يعني أخذوا بعض. أنا خرجت ثلاث مرات أستاذ علي، لو السيارة مصنوعة هنا والله سحبوني في الحائر زي ما يقولون. لم تصنع سيارة. جامعة الملك سعود مقابلة بالسابق الدكتور عبد الله المدير السابق يطلع أمام كاميرات الإعلام كله يقول جمعنا رأس مال شركة غزال لتقنية السيارات 2000 مليون ريال. ابن محمد حسين العمود يطلع يقول احنا اشترينا 55% بقيمة 1,030,000,000 من شركة غزال، هذا كلام عام 1431، احنا اليوم 1434 في ذو الحجة ثلاث سنين. الحقيقة أنه لم يتقدم أحد لوزارة التجارة لإنشاء شركة غزال لتقنية السيارات. إذا السؤال وين المليارين اللي قال مدير الجامعة جمعتها؟ لا يستطيع أحد فتح حساب شركة اللي عنده عقد تأسيس وسجل تجاري، ما فتح. أليس هذا كذب أستاذ علي؟ كذب على كل الوطن.
وزير التعليم العالي مسؤول مسؤولية أساسية فيها، هو رئيس مجلس الجامعة. فهو مسؤول عنه. طيب ناخذ الدكتور بدران العمر المدير الحالي للجامعة، طبعا نسأل عن السابق والحالي بما أنك أنت أيضا في جامعة الملك سعود. والله عتبنا عليه، لماذا يبقي على الشخص اللي مسؤول عن إدارة اللي سببت مشاكل للجامعة وهي إدارة الاستقطاب، لماذا يبقي عليه؟ هو الشخص هذا هو اللي قلنا عليه أنه نشر 48 بحث والعين ما شاء الله أظن 30، لا يقدر، غير منطق. الدكتور السابق عبد الله عثمان أبعد الرجل هذا بعد تقرير ساينس، ثم أعاد الدكتور بدران العمر. لماذا؟ نقول دكتور بدران العمر لا تتدخل في قبول الطلبة الدراسات العليا بالأقسام، دع الأقسام ومجالسها تأخذ هذا. الأسبوع هذا الدكتور بدران مرسل خطاب لقسم ما باعتماد قبول طالب رفض، ليس من حقه. هذا تهميش للقسم الأكاديمي، تهميش لمجلس القسم، مجلس الكلية، يجب أن ينأى بنفسه عن ذلك. نعم. طيب دكتور، الآن احنا مرينا على كثير من الوزارات، كثير من الوزراء وكثير من القيادات، وانتقدت يعني اغلبهم، ما في الا واحد يمكن او واحد ونص اذا جاز التعبير، مدحتهم. النقد يعني سهل، العمل صعب، الانجاز صعب. الدكتور محمد القنيطي اليوم يراه الشعب عندما يتحدث عن همومه، يرى فيه انه عنده حلول. هل عندك حلول لهذه المشاكل؟ لو يوم من الايام يعني ممكن يحطون الدكتور محمد القنيبط وزير، ما هي الوزارة التي ستختارها وتعتقد انك ستنجح فيها؟ والله صعب يبدو لي، يعني نتكلم عن شيء افتراضي، الحكم على الشيء فرع متصور. انا ككاتب عندما اكتب عن شيء اكتب عن جزئية معينة، فقيمني عليها، لا تقيمني هل والله عندي موقف من الشخص الوزير ام لا. شو اللي كتبته؟ أنا أتألم جدا عندما كثير منا وأغلبنا عندما نقرأ نقول لا والله نقد حادي، إذا عنده موقف من علي العياني، يا سيدي ما عليك، أوكي أنا أقول لك علي العياني أكرهك، تمام خلاص، خلا اقرأ اللي كتبته عن علي، عن الجزئية اللي تحت مظلة علي العياني، هل هي حقيقة ولا لا؟ قيمها. حنا لا، مجتمعنا، لأنه زي ما قلنا يعني كتبت كلام عن كثير، مجتمع ثقافتنا مبني على المديح والهجاء، ما بين النقد هذا ما موجود في بيئتنا العربية. فصعب أنك تقولي والله وش الوزارة اللي على قول بالعامية ودك فيها، ما أدري يعني، لا أعلم المشاكل، لكن من حق المسؤول أو من حقي أنا والله أني شفت خطأ أكتب عنه، إذا مو صحيح كتابتي ترد علي وتفندني. وزير المالية عندما رد علي لم يفند الكلام اللي قلته، اتهمني بالشخص أنا. وزير المعارف أو التربية التعليم السابق الدكتور محمد الرشيد عندما كتبت عن دمج كلية المعلمين مع كلية التربية، كان هذا عنوان مقالي، رد عليه في موضوع همز ولمز ورديت عليه. دمجت الكليات بعد متى؟ بعد 10 سنوات. فعندما أكتب عن موضوع أخدمه بالعامية زي ما يقول الشباب، أخدمه زين، كتبت أكثر من 400 مقال لم يرد عليه مسؤولين إلا اثنين، وزير المالية وزير التربية والتعليم أظن وكيل وزارة التجارة، ما يردون. عندما يكون الموضوع مخدوم وواضح ما في شخصنا، والحمد لله أفتخر فيها لا يوجد شخصنا، نعم قد أكون شديد في نقدي أعترف فيه، يعني كنت أمزح أقول هذا تعلمنا بكلية الزراعة كل أدوات الزراعية، محراث ومحش، فطبيعي تكون يعني أسلوبنا حاد. طيب تشعر أنه في نهاية النفق ضوء، تشعر أنه الآن يعني قلصت نسبة الوزراء اللي ما يعملون أصبحت أقل؟ لا والله ما قلص، لما تقول لي فيه يعني ضوء آخر نفق، أنا متشائم والله. الحادث التحرش اللي صار بالخبر أفزعني من المستقبل، مخيف جدا اللي صاير عندنا. البيت الشعري يقول في عراسك أنت سعودي، والله أحاول أطبقه. أما جينا عام 84 واليوم ما في نسبة، يعني حتى على مجال الشباب، أما جينا بالثمانينات كان المنتخب السعودي سيد الكرة الآسيوية، اليوم ما منتخبنا، يمكن لو نقابل الصومال هزمتنا بدون التقليل منها كدولة. ف30 سنة واليوم نحن في وضع أسوأ. طيب الشخص واحد شايب زي يقول شو اللي بيصير بعد 20 سنة أو 10 سنوات؟ يقلقني المستقبل، نعم، ما أرى أي استعداد على مستوى الحكومة لما بعد النفط، أو على الأقل عندما النفط يصل كميات قليلة جدا، ما في أي استعداد.
الصرف عندنا زايد، الفساد زايد. على أول ما جينا قبل 30 سنة الفساد كان بالغرف شبه المغلقة، اليوم عندنا هيئة فساد، هي المكافحة نزاهة يعني من اضطرب الأمر حتى اهتمامات الهيئة هذه مقلوبة. يعني بدل ما تتحقق عندنا في جامعة الملك سعود على موضوع سيارة غزال الفساد اللي صار فيها والكذب على الملك أو على الطيارة اللي صايرة، فاتحة ملف لتحقيق دورة مياه في كلية التعليم المستمر تكلفتها 25,000 ريال. تخيل يعني تترك ملايين وتفتح ملف تافه زي هذا. الهيئة مقلوبة أولوياتها. يفزعني يعني احنا الشياب شوي خلاص انه قدم علينا. لا جزاك الله خير. في ضوء لابد يكون في ضوء، يعني لولا التمني لمات الفقير ولا ماذق العيش ولا فسحة الأمل، لكنه لا أرى الحقيقة تحرك بما يتماشى مع النمو اللي صار عندنا السكان. نحن ثاني دولة أو ثالث دولة بالعالم بعد اليمن بالنمو السكاني. عيالنا جايين من البعثات ملاقين وظائف. إشكالية كبيرة. ما لا أرى عمل جماعي على مستوى الوزراء، لا أرى عمل بين الوزراء بينهم تنافر. شفناه بالشورى ونشوفه اليوم، قد يكون ما هو باين على السطح لكن واضحة تماما، يعني زي ما قلنا اليوم على وزير الزراعة وزير المياه، وزي ما يقول خافي أعظم. نعم دكتور محمد، احنا وقتنا انتهى. شكرا جزيلا الحقيقة لتلبية الدعوة وحضورك، وأيضا يعني كل من ورد اسمه أي جهة وأي اسم لهم حق الرد. أشكرك شكر عميق، وإن شاء الله اللقاء يصبح يعني دوري معك حتى نناقش مهم الوطن يعني سويا في أكثر من ملف. ممنون جدا للدعوة، إن شاء الله يعني أكون عند حسن الظن. دائما عند حسن الظن. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا. في أهل ألقاكم غدا في أمان الله.